يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل الاهلاويه. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه. اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده يبدا فعليا مشوار النادي الاهلي في ادغال افريقيا، ونبدا مشوار البحث عن البطوله العشرة. كل التوفيق لابطال النادي الاهلي اللي هيلعبوا ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي اول ماتشاتهم في النيجر مع فرقه صني داب. كل التوفيق لرجاله الاهلي، ولو ان الاخبار النهارده الى حد ما طبعا يعني ما كانتش يعني مبهجه او مريحه لجماهير النادي الاهلي، بس ان شاء الله الموجود يسد. وهنعرف طبعا على مدار الحلقه تفاصيل الاخبار بتاعه الفرقه، ومين اللي مش هيسافر، ومين اللي ممكن يكون موجود ويسد غياب الحقيقه ثلاثه من القوام الرئيسي لفرقه النادي الاهلي. مساء الخير على حضراتكم، وهنتكلم طبعا بالتفاصيل، بس ارحب بساره. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على حضراتكم. حلقه جديده من السادسه، وطبعا النهارده زي ما حضراتكم عارفين يعني الفريق سافر النهارده الظهر للنيجر علشان طبعا مباراه صني داب اللي هتكون يوم الاربعاء، بحثا عن النجمه طبعا العاشره بعد ما قدرنا ان احنا نفوز